في زر اون اوف حدا طفى لي من ورا هيك شو صار له؟ قلت لك انه فمرة قرف الغنيه فمرة لسانه حلو لونه غنيته موسيقته كمان يعني مش مرجله تكون مفحل علينا بغنيه انت يعني من عندك من تراثك او من موسيقتكم. فانا بدي اقوله انه ايهاب كان بدي اطلع اكثر على ايهاب على المسرح يعني شاب خالد عايش اكثر الغنيه ايهاب مثل واحد مسمرينه على الخشبه يعني مش مقنع ما فيها تغني تكون هيك وانت عم تغني عبد اللي قادر يا عبد اللي قادر يا ابو علي اغني كلها هيك في غبا بالموضوع يعني اسمح لنا فيها ايهاب قد حركه كان